بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. دروس التفسير في المسجد الحرام للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. تفسير سورة البقرة. الدرس 51. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الحديث والكلام على آيات الصيام، قد وصلنا إلى قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. شهر رمضان اسم للشهر التاسع من شهور السنة الهلالية، السنة التي حسابها بالأشهر الهلالية، فهو الشهر التاسع منها. قد خصه الله سبحانه وتعالى من بين سائر الشهور بخصائص ميزه بها على غيره، فقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا أول الخصائص، أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، يعني ابتدأ إنزال القرآن فيه، وذلك في ليلة القدر كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يعني ليلة القدر. ومعنى أنزل فيه القرآن أي ابتدأ نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، ولم ينزل كله في رمضان، وإنما نزل منجما في 23 سنة إلى أن توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرآن ينزل عليه بحسب الوقائع والأحكام، فهو نزل مفرقا كما قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا، يعني شيئا فشيئا. ولما اعترض الكفار وقالوا: لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الله جل وعلا رد عليهم فقال: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه، لم ننزله جملة واحدة، وإنما نزلناه متتابعا ومتفرقا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رتلناه ترتيلا يعني مرتل في نزوله، شيئا فشيئا متراسلا، ترتيل معناه الترسل، والترتيل يكون في التلاوة كما قال تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ويكون في النزول، فالله رتله في النزول بمعنى أنه أنزله متفرقا ليخف على الناس العمل به، ولأجل أن يبين الله جل وعلا الأحكام الشرعية بحسب النوازل، هذه حكمة الله
سبحانه وتعالى. فتبين لنا بهذا أن معنى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أي ابتدأ نزوله فيه، هذه من مميزات هذا الشهر المبارك أن الله ابتدأ إنزال القرآن فيه، وهذا شرف له وتمييز له على غيره. ولذلك كانت التلاوة في شهر رمضان أفضل من التلاوة في غيره من الأشهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس القرآن مع جبريل عليه السلام، فكان جبريل ينزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة من ليالي شهر رمضان فيدارسه القرآن، وكان الصحابة يتفرغون لتلاوة القرآن في شهر رمضان، كان السلف الصالح يتفرغون لدراسة القرآن وتلاوته ويتركون حلق الذكر والتعليم التي كانوا يقيمونها طول السنة، إذا دخل رمضان أقبلوا على تلاوة القرآن في المساجد، مما يدل على أن تلاوة القرآن في هذا الشهر لها ميزة وفضيلة على غيره. فيستحب الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر. ثم قال جل وعلا هدى للناس، أنزل الله القرآن لأجل هداية الناس أي دلالتهم على طريق الصواب، هدى للناس جميعا المؤمنين والكفار، جميع الناس القرآن هدى بمعنى أنه بيان وإرشاد إلى طريق الصواب وطريق الحق، هذه هداية عامة، هداية عامة. وأما الهداية الخاصة فهي للمؤمنين، هداية للمؤمنين بمعنى أن الله يوفقهم لقبول الحق والعمل به. فالهداية هدايتان، هداية بمعنى الدلالة والإرشاد، وهذه عامة لجميع الناس المؤمن والكافر، وهداية خاصة وهي قبول الحق والعمل به والانتفاع به، وهذه خاصة بالمؤمنين، هدى للناس، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هدى للناس وبينات، القرآن فيه آيات بينات واضحة، واضحة الدلالة، بينة المعنى، بينة المعنى واضحة الدلالة، ليس كلاما أعجميا مبهما، وإنما هو بلسان عربي مبين كما قال تعالى، هو بين. كل يعرف من القرآن ما يسر الله له، العوام يعرفون من القرآن ما يسر الله لهم وما هو واضح، مثل تحريم الزنا، تحريم الشرك، تحريم الزنا وتحريم الربا، تحريم الميتة، مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج، فرائض، هذه يعرفها العامي والمتعلم، بيان بين واضح، مثل الدعوة
إلى الجنة والعمل الصالح والتحذير من النار ومن الأعمال السيئة، هذه كل يعرفها العام والمتعلم من القرآن، واضحة. وهناك معان لا يفهمها العوام لكن يفهمها العلماء، مثل الأحكام الشرعية التي تستنبط من الكتاب ومن القرآن، هذه من اختصاص أهل العلم. وهناك معان لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، لكن الذي يحتاجه الناس بين، الذي يحتاجه الناس بين، منه ما هو بين للعوام والمتعلمين، وهو ما تقوم به الحجة على الناس، ومنه ما هو من اختصاص العلماء الذين يعرفون كيف يستنبطون الأحكام من القرآن الكريم هدى للناس وبينات من الهدى، بينات من الهدى. والهدى كما ذكرنا، الهدى هو الدلالة على الخير والدلالة، والهدى ضد الضلال، الهدى ضد الضلال. فالقرآن يبين الهداية للناس، يبين الطريق الصحيح ويبين طريق الضلال. والفرقان، الفرقان هو الفرق بين الحق والباطل، فالقرآن يفرق بين الحق والباطل، والهدى والضلال، والرشاد والغي، يفرق، فهو فرقان يفرق بين المؤمن والكافر، يفرق بين الموحد والمشرك. فالقرآن فرقان، سماه الله الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشد والغي والمؤمنين والكفار، فهو فرقان. هذا كله وصف للقرآن الذي أنزل في شهر رمضان، فحري بشهر أنزل فيه القرآن أن يعظم ويحترم ويجتهد فيه بطاعة الله عز وجل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان قبل دخوله، فيقول صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. فمن خصائص هذا الشهر أن الله جعل صيامه فريضة على الأمة وركنا من أركان الإسلام، وجعل قيام ليله تطوعا، وذلك بصلاة التراويح، هي صلاة التراويح خاصة في شهر رمضان. أما قيام الليل فهو عام في رمضان وغيره، أما صلاة التراويح فإنها خاصة في شهر رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. قال عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. كل هذا ترغيب في قيام رمضان، صلاة التراويح، ولهذا تشرع لها الجماعة
تشرع لها الجماعة، وتكون في المساجد، تكون في المساجد علانية، هذا خاص بصلاة تراويح في رمضان. نعم هناك صلاة الكسوف تصلى جماعة في المسجد، وهناك صلاة الاستسقاء والعيدين، لكن هذه عامة، ما هي بخاصة في شهر معين، هي بخاصة في شهر معين، خلاف التراويح فإنها خاصة بشهر رمضان. ثم قال سبحانه وتعالى: فمن شهد منكم الشهر، من شهد منكم الشهر يعني حضر، شهد معناه حضر، فمن كان حاضرا عند دخول الشهر وهو صحيح، من كان حاضرا غير مسافر وهو صحيح غير مريض فليصمه، شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هذا تقدم بيانه وتوضيحه في الآية التي قبل هذه. ثم قال جل وعلا: يريد الله بكم اليسر، حيث أباح للمريض أن يفطر وللمسافر أن يفطر، هذا يريد الله به التيسير على هذه الأمة ورفع الحرج، فالصيام مع المرض مشقة، الصيام مع السفر مشقة، والله جل وعلا لا يريد بنا العسر وإنما يريد بنا اليسر. يريد الله بكم اليسر حيث أباح للمعذورين أن يفطروا في رمضان وأن يقضوا من أيام أخر، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، لا يرضى لكم المشقة والتكلف الذي لا يستطاع أو فيه مشقة شديدة على النفوس، الله لا يرضى بهذا، بل يرضى لكم اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، شرع لكم قضاء ما أفطرتم للمرض والسفر من أجل أن تكملوا العدة، عدة الشهر. فجمع سبحانه وتعالى بين التيسير على عباده في الإفطار للعذر وإكمال العدة بحيث لا يفوت عليهم شيء، جمع لهم بين التيسير وإكمال العدة ليستكملوا الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، ولتكملوا العدة، عدة الشهر. فالذي أفطر للعذر يجب عليه القضاء من أجل أن يكمل العدة. ثم قال جل وعلا: ولتكبروا الله على ما هداكم، هذا في النهاية، في نهاية الشهر، إذا أكملنا الشهر، إذا أكملنا شهر رمضان ورؤي هلال شوال، يستحب التكبير، يستحب التكبير ليلة عيد الفطر وعند الخروج إلى المصلى إلى أن يحضر الإمام لخطبة العيد، صلاة العيد وخطبة العيد، تكبير: ولتكبروا الله، تقول الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لتكبروا الله على ما هداكم
وعلى ما هداكم وفقكم لصيام هذا الشهر واستكماله، ووفر لكم الأجور، تكبروه وتشكروه سبحانه، لأن هذه نعمة عظيمة ولعلكم تشكرون. هذه نعمة، النعمة ليست مقصورة على نعم الأكل والشرب واللباس والمساكن، هذه نعم، ولكن نعمة الدين أعظم، نعمة الدين أعظم. فهذا الشهر نعمة من الله على هذه الأمة إذا صاموه وقاموا لياليه، هذه أعظم نعمة، أعظم من الدنيا وما فيها، أعظم من المكاسب التجارية والمرابح التجارية، لأنها تجارة باقية. أما تجارة الدنيا فإنها فانية. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبون، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هذه النعمة التي يفرح بها. أما نعم الدنيا وتجارة الدنيا فهي زائلة، زائلة عما قريب، لكن تجارة الآخرة هي الباقية. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله دين الإسلام وبرحمته القرآن فليفرحوا، يفرحوا بالإسلام والقرآن، هو خير مما يجمعون من متاع الدنيا وتجارات الدنيا. كثير من الناس يفرحون بتجارة الدنيا، ولكن فرحهم عما قليل سيضمحل وينتهي. وإذا كان الفرح بالدنيا فرح أشر وبطر، هذا حرام. وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فهذا شهر عظيم، شهر خيرات وموسم بركات، شهر صيام وشهر قيام، شهر تلاوة القرآن، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، شهر يصفد فيه الشيطان، شهر صفاء وخير وبركة لمن عرف قدره، لمن عرف قدره. أما بعض الناس فلا يعرفون قدر هذا الشهر ولا يميزون بينه وبين غيره، بل ربما يزيد كسلهم ونومهم في هذا الشهر، ويزيد لعبهم وسهرهم في هذا الشهر خاص، ويزيد أكلهم وشربهم في هذا الشهر، ولا يعرفون قيمة هذا الشهر، يدخل وينتهي ما استفادوا منه إلا الآثام. المشكل ما هو فقط أنه يخسر الأجر، لا، يأثم، يخرج بآثام والعياذ بالله. الناس يخرجون بأجور حسنات خيرات، يحصلون على الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وكثير من الناس يخرجون بالآثام، يخرجون لأن المعصية في رمضان أشد
من المعصية في غيره يخرجون بآثام وأوزار لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا جاء في الحديث من أدركه شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار. قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم قل آمين. مات فدخل النار فأبعده الله. قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم قل آمين. قال آمين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يعرفون قدر هذا الشهر وقيمة هذا الشهر فيستغلونه بالأعمال الصالحة في أيامه ولياليه وساعاته وأوقاته، يستغلونه بالأعمال الصالحة حتى يحصلوا على الأجور من الله الوفيرة الكثيرة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وأن يتوب علينا وعليكم، وأن يغفر لنا ولكم ولجميع المسلمين، وأن يجعلنا وإياكم وإخواننا المسلمين الأحياء والأموات من العتقى في هذا الشهر من النار، فإنه شهر العتق، شهر البركات، شهر الخيرات، شهر الطاعات، شهر الحسنات، شهر التوبة من السيئات ومغفرة الذنوب والآثام. نسأله أن يجعل لنا ولكم ولجميع المسلمين من أوفر الحظ والنصيب. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. هذا يسأل يقول اعتكاف المسجد الحرام في المسجد النبوي، هذا كلام أعجمي ما أفهمه الحين. أنا أقول الاعتكاف مشروع في شهر رمضان خاصة، وهو مشروع أيضا في كل السنة في كل الشهور. الاعتكاف عبادة، وهو المكث في المسجد الذي تقام فيه صلاة الجماعة، اللبث في المسجد من أجل عبادة الله، هذا هو الاعتكاف، وهو مستحب وعبادة عظيمة. والاعتكاف في المسجد الحرام أفضل، ومن بعده الاعتكاف في المسجد النبوي. فالاعتكاف في المسجدين، المسجد الأقصى المسجد الكلا، فالاعتكاف مشروع في كل المساجد، في كل مساجد المسلمين في الأرض كلها محل للاعتكاف، ولكن في المساجد الثلاثة أفضل، المساجد الثلاثة أفضل من غيرها. هذا يسأل عن التلقيح الاصطناعي. التلقيح الاصطناعي الذي هو أخذ المني من الرجل وإفراغه في رحم المرأة، إفراغه في رحم المرأة بواسطة وسائل طبية، هذا الحقيقة محل حرج ومحل، لأن فيه كشف عورات، فيه كشف عورات، وأيضا الأنساب، من الذي يأمن هؤلاء الأطباء على النسب وأن هذا الذي ولدته المرأة ولد لفلان وهما حصل جماع بينهما؟ من يأمن على النسب؟ ولا يلجأ إلى هذه الوسيلة. على الإنسان أنه يعالج الذي لا ينجب عليه بالعلاج، وإذا لم يحصل شيء فالأمر لله سبحانه وتعالى، يصبر ويحتسب. أما التلقيح الصناعي فلا أراه ولا أنصح به لمسلم. نعم. هذا يسأل عن الصلاة بعد الوتر، هل يجوز للإنسان يصلي بعد الوتر؟ نقول لا بأس، لا بأس أنه يصلي بعد الوتر ما تيسر له. ما هم معناه أنه إذا أوتر يمتنع عن الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، وصلاة المغرب هي وتر النهار، ومع هذا يصلى بعدها، ألا مانع من الصلاة بعد الوتر ما تيسر. نعم. أنا
هذا يسأل عن اعتماد الخطيب يوم الجمعة على العصا، هل لا بأس به يا أخي؟ أنا أجبت على هذا في الدرس الماضي، قلنا لا بأس أنه يعتمد على عصا أو على قوس أو يأخذ بطرف المنبر، يعتمد على طرف المنبر، لأن هذا أثبت له وأعون له على إلقاء الخطبة. يعتمد على شيء، يسن أنه يعتمد على شيء، إما عصا وإما قوس وإما طرف المنبر أو غير ذلك. ألا يقول إن بعض الناس لا يصلي التراويح، لا يصلي التراويح، ويقول إنها من ابتداع عمر بن الخطاب. هو كونه ما يصلي التراويح بكيفه، لكن كونه يتهم عمر بن الخطاب بأنه مبتدع، هذه المصيبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تراويح لم يبتدعها عمر بن الخطاب، تراويح سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من قام رمضان، وقال من قام مع الإمام حتى ينصرف، وصلاها بأصحابه صلى الله عليه وسلم ليالي، ثلاث ليالي أو أربع ليالي، ثم تخلف خشية أن تفرض عليهم. صلاها الصحابة واستمروا، وعمر لم يحدث شيئا من عنده، وإنما جمع الناس على إمام واحد كما كانوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. فاللي يقول أن عمر مبتدع، هذا عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر. أما أنه ما يرغب في التراويح بكيفه، حرم نفسه، هو حرم نفسه بكيفه. أما أنه يثبط الناس عن التراويح ويقول هذا فعل عمر، هذا كلام باطل، كلام سخيف وجهل وضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا يقول إذا كان الإنسان مريض في بطنه وعنده غازات في البطن، يقول لا بأس يتوضأ عند الصلاة ويصلي والحمد لله، ما يتوضأ بوقت طويل قبل الصلاة، وإنما يتوضأ عند الصلاة قريب من الصلاة ويصلي، ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله. هذا يسأل عن مسألتين، عن قضاء راتبة الظهر بعد العصر. هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، قضى راتبة الظهر بعد العصر، ألا بأس بذلك. والمسألة الثانية، هل الصلاة على الجنازة تصح من الجالس، صلي عليها وهو جالس؟ نقول إن كان فيه آفة أو فيه معذور صلي جالس، أما إن كان إنه من باب التكاسل فيصلي قائما مع الناس كما كان المسلمون يصلونها قياما ولا يشذ عنهم. نعم. يسأل عن حكم متابعة الصلاة في المسجد الحرام لشركة مكة. الصلاة خارج المسجد في الحرم وغيره، صلاة خارج المسجد ما تجوز إلا في حالة ضيق المسجد، إذا امتلأ المسجد يصلون الناس في الساحات الخارجية بشرط أن يكونوا يرون بشرطين. الشرط الأول اتصال الصفوف، أن تكون الصفوف متصلة من الداخل والخارج. الشرط الثاني أن يكون الذين في الخارج يرون الذين في الداخل من باب أو من شباك حتى يعرفوا إذا ركعوا وإذا سجدوا. نعم. ألا يسأل عن المريض بالربو يستعمل البخاخ، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة لإفتاء بالجواز، لأنه ما يعتبر شيء مفطر، إنما هو مجرد هوى يقولون. أنا ما أرى هذا، لكن هم يقولون، اليفتوا يقولون إنه مجرد هوى يفتح النفس، إذا صح هذا مجرد هوى ولا فيه دواء ولا فيه ماء فلا بأس. أما إن كان فيه دواء وفيه ماء يدخل للحلق
فهذا أنا متوقف فيه. نعم. هذا يسأل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. هذا إخبار عن الشيطان، الرسول أخبر أن الشيطان أيس، وليس معناه أنه لا يحصل في جزيرة العرب شرك، حصل الشرك في جزيرة العرب بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، عبدت القبور والأضرحة. الحديث ليس معناه أنه ما يحدث في جزيرة العرب شرك، معناه أن الشيطان أيس، هو اللي أيس لما رأى قوة الإسلام ورأى قوة المسلمين أيس لعنه الله، ولكن ليس معناه أنه ما يحصل بعد ذلك شرك، حصل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، هل يدعون غير الله، يذبحون لغير الله، ينذرون لغير الله، هؤلاء مشركون وهم في جزيرة العرب. جزيرة العرب ما تعصمهم، ما يعصمهم إلا الكتاب والسنة والعمل بالكتاب والسنة ومعرفة التوحيد والعمل به، معرفة الشرك واجتنابه، هذا اللي يعصم الإنسان. أما مجرد كونه بجزيرة العرب هذا ما يعصمه من الشرك. نعم. هذا يسأل يقول أنه أخر الوتر، أخر صلاة الوتر حتى آخر الليل ثم نسي، إذا نسي طلع الفجر وهما أوتر يقضيه في الضحى، يقضيه في الضحى ويشفع. إذا كان يوتر بثلاث يجعله أربع ركعات، كل ركعتين بسلام، يقضيه ويشفعه ما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء وقت الظهيرة، كل هذا وقت للقضاء، لكن ما يقضيه وتر وإنما يشفعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. هذا يسأل عن الرضاع. الرضاع لابد أنها يذهب إلى القاضي في المحكمة ويحضر المرضعة ويستنطقها ويشوف الرضاع هل هو صحيح أو ما هو صحيح، ما صفته، ما وقته، كم عدد الرضاعات. هذا يحتاج إلى الذهاب إلى القاضي أو إلى المفتي المعتمد في البلد، يحضر المرأة ويسألها، وإن كان المرأة ميتة المرضعة الشهود اللي يشهدون به يحضرون عند القاضي أو المفتي ويأخذ النتيجة ويفتي بالحكم. يسأل سؤال عن الحجامة، يعني تصلح بيوم الجمعة والوقت المخصوص للحجامة، هل يعرفونه أهل الاختصاص؟ أنا ما أعرف الحجامة، لكن أهل الاختصاص اللي يحجمون الناس في العادة هم اللي يعرفون الوقت المناسب، ولا مانع من الاحتجام يوم الجمعة وغيره، كل الأيام سواء، لكن الفصول تختلف، فصول السنة تختلف، ما هو بكل السنة يحتجم فيها، فيها أوقات خاصة بالحجامة يعرفها أهل الصنف. نعم. هذا يسأل الإنسان إذا خطب امرأة يجوز له يكلمها في الهاتف؟ أما الكلام الذي فيه سؤال وجواب عما يهم الزوجين أو الخاطبين، عما يهم الخاطبين فيه مصلحة لا بأس، أما الكلام اللي فيه مغازلة أو كلام فيه خضوع بالقول هذا لا يجوز، لأنها ما بعد صارت زوجة له، هي أجنبية، هو أجنبي فلا يكلمها بالكلام الساقط اللي حول الشهوة وحول الأشياء، هذه ما يجوز، المغازلة أو الكلام اللي حول الاتصال الجنسي هذا حرام ولا يجوز، لأنها لم تكن زوجته لمجرد الخطبة. نعم. ما يسأل في إن واحد إمام يقول في دعاء القنوت يا الله، يكررها عدة مرات متتالية، ما في بس، يقول يا الله يا الله يا الله، ما في بس، ألا ندى لله عز وجل ودعاء لله ولو كرره. نعم. هذا يسأل عن شركة أنها أنشأت صندوق، أنا ما لي دخل في هذا،
يتقدم به للإفتاء. نعم. هذا يسأل عن الاتجار بالعملات، يسمى الصرف، هذا صرافه، يجوز الاتجار بالعملات لكن بشرط التقابض في المجلس، حيث لا يتفرقون بينهم شيء، لو تفرقوا وما قبضوا شيئا باقي شيء ما قبض يصير ربا، يصير ربا نسيئة ولا يجوز، لابد من التقابض في المجلس بحيث لا يفترقان إلا وكل واحد منهم قبض ما له. نعم. هذا يسأل عن التفسير، التفسير الذي فيه تأويل للصفات، تأويل للاستواء وتأويل للصفات، هذا ما يصلح إلا الطالب علم يعرف الخطأ من الصواب، يعرف الخطأ من الصواب. أما المبتدي اللي ما يعرف الخطأ من الصواب لا يجوز له يطالع في مثل هذا التفسير، لئلا يظن الخطأ صوابا ويظن الضلال يظنه صحيحا، لأنه ما يدري، عليه أنه يأخذ التفاسير الموثوقة، العامي والمبتدي يأخذ التفاسير الموثوقة مثل تفسير ابن كثير، تفسير ابن جرير، تفسير البغوي، تفاسير الموثوق. أما طالب العلم المتمكن الذي يعرف الخطأ من الصواب فلا بأس أنه يطالع لأجل يعرف ما فيها من خطأ يرد عليه أو يحذر منه. نعم. هذا يسأل عن رد السلام في حال الصلاة، يجوز السلام على المصلي ويرد بالإشارة، المصلي يرد بالإشارة بأن يرفع يده، يجوز رده بالإشارة. نعم. هذا مثل السؤال اللي مر، التعامل بالدين الذهب والفضة ما يجوز، ما يجوز بيع الذهب بالفضة مؤجلا، لابد من التقابض في المجلس، إذا بعت فضة بذهب، إذا بعت فضة بذهب فلا بد من التقابض في المجلس بحيث لا يتفرقان وبينهما شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإن تفرق وبينهم شيء صار ربا، ربا الجاهلية، ربا نسيئة. نعم. هذا يسأل عن المرور، مرور المرأة أمام المصلي اللي يصلي مع جماعة خلف إمام، قلنا إذا كان المصلون يصلون خلف إمام فسترة الإمام تكفي، تكفي ولا يضر المرور من أمامهم. نعم. هذا يسأل عن إمام يظهر المعاصي، حلق اللحية ويأكل الرشوة يقول، ويقيم المولد بدعة، هذا ما يصلح إمام، إن كنتم تقدرون على إزالته واستبداله بإمام يعمل بالسنة وجب عليكم ذلك، وإلا صلوا خلف غيره، صلوا خلف إمام مستقيم، أو أنشئوا لكم مسجدا، ابنوا مسجدا في حارتكم واجعلوا فيه إماما مستقيما. هذا يسأل إذا جمع بين العشاء والمغرب في وقت المغرب جمع تقديم، هل يوتر، هل يوتر بعدها؟ نعم يوتر بعدها، يوتر بعدها، لأن الوتر بعد صلاة العشاء، وقد صلى العشاء جمعا مع المغرب دخل وقت الوتر لا بأس. نعم. هذا يسأل عن سؤال تكرر وهو تكرار العمرة، تكرار العمرة، نقول تكرار العمرة جائز، ولكن الذي في مكة الأفضل له أن يبقى في المسجد الحرام للعبادة ولا يخرج لعمرة ثانية، لأن بقاءه في المسجد الحرام أفضل من الخروج لعمرة ثانية، إذا كان يريد الأجر يبقى في المسجد الحرام، الصلاة الواحدة عن 100,000 صلاة، يبقى في المسجد الحرام للطواف والصلاة وتلاوة القرآن والاعتكاف، هذا أفضل من العمرة. أنت تأتيت بالعمرة الحمد لله، أول ما قدمت جئت بالعمرة، تكفي هذا، وتبقى في المسجد الحرام
وإذا جئت مرة ثانية تريد تعتمر لأمك لأبيك، إذا جئت مرة ثانية اجعلها عن من تريد. نعم، هذا هو الأفضل. أنا ما أقول ما يجوز، يجوز، لكن الأفضل بقاؤه في المسجد الحرام. نعم، هذا يسأل عن مسألتين. الأولى، هل للعمرة طواف وداع؟ نقول لا، ليس لها طواف وداع. طواف الوداع خاص بالحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحجاج ألا ينفروا بعد الحج إلا أن يطوفوا بالبيت 7 أشواط، ولم يرد أنه أمر المعتمرين أنهم ما يخرجون إلا بالوداع، ما ورد هذا. هذا السؤال الأول. لكن من أراد يطوف عند السفر ما هو ممنوع. طيب، لكن نقول أنه واجب للعمرة طواف وداع؟ ليس واجبا. وهذا يسأل، والسؤال الثاني يسأل، هل يجوز جمع العصر مع الجمعة؟ لا، ليست الجمعة من جنس العصر فلا تجمع معها. ولم يرد عن السلف أنهم كانوا يجمعون العصر مع الجمعة، وإنما يجمعونها مع الظهر، مع صلاة الظهر. والجمعة ليست ظهرا، وإنما هي فرض مستقل، ليست ظهرا. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.